فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 هو فيروس ينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير من العطاس أو الكحة. فمن أهم إجراءات الوقاية من العدوى هي بغسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية، باستخدام الماء الجاري والصابون في الحركات المعتد فيها من قبل منظمة الصحة العالمية، أو باستخدام المعقمات التي تحتوي على كحول بنسبة لا تقل عن 60%. تعقيم الأسطح الملوثة، الابتعاد عن أماكن التجمعات، العطاس أو الكحة باستخدام المناديل ومن ثم رمي المنديل في سلة القمامة، سلة القمامة كلها راس وتسكر، أو باستخدام أتيكيت العطاس أو الكحة، الابتعاد عن أماكن تجمعات الحيوانات. بالنهاية نشكر شركة STC لاتباعها إجراءات الوقاية المعتدة من قبل منظمة الصحة العالمية لحماية موظفينها وعملائها.